السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بأول درس في دورة التي اخترنا لها كعنوان نتعرف جميعا أو نتعرف معا على الجافا سكريبت. إن شاء الله في هذا الدرس الأول سوف نتطرق إلى تعريف للجافا سكريبت، وسوف نتعرف ما هي بنية جافا سكريبت، متى تم تأسيس جافا سكريبت، من وكيف ولماذا، وما الغاية من استعمال جافا سكريبت في موقع الويب الخاص بنا. أول شيء إن شاء الله سوف نتعرف على جافا سكريبت. ما هي جافا سكريبت؟ جافا سكريبت فهي لغة برمجة. اسم جافا سكريبت هو يعني جزيرة وتوجد بإندونيسيا، لا علاقة لها بمنشئ اللغة. نعم، طورت جافا سكريبت من قبل شركة نيتسكيب. نعم، وتختلف جافا سكريبت تماما، فهي تختلف تماما عن الجافا. فالكثير من الإخوان يوجد لديهم هذا اللبس، يقولون أن جافا سكريبت لها علاقة بالجافا، فهما مختلفين تماما. نعم، فتشابه الاسم لا يرجع لأنهما مثل بعضهما البعض. فائدة جافا سكريبت هذه اللغة هي تبث الحياة في الانترنت، حيث تستخدم لإنشاء صفحات انترنت أكثر تفاعلية وديناميكية. يوجد نمطان للجافا سكريبت من حيث التنفيذ لدى العميل ولدى الخادم. نعم، حيث يقوم بتحميل الكود مع صفحة الـ HTML، ومن ثم تصبح العمليات التي يطلبها المستخدم تنفذ على جهازه أي ضمن المتصفح الخاص به. نعم، تزايد الاهتمام بالجافا سكريبت بعد انتشار تقنية الأجاكس. نعم، وكذلك فالجافا سكريبت تحتوي على الكائنات الأوبجكت والمتغيرات الفاريابل والدوال، يمكن إنشاء دوال كذلك، والتكراريات مثل فور والوايل والدو وايل والكيز والفوريش. يمكننا كذلك استعمال الشروط الكونديسيون، الشرط اف والشرط سويتش. نعم، كذلك فالجافا سكريبت يميز استخدامها ومرونتها، مرونة هذه اللغة في الويب. نعم، بحيث طريقة في إعادة تعريف الدوال والمتغيرات. كذلك تدعم اللغة العربية. نعم، ومن بين فمثلا يمكن إعادة تعريف دوال الجيب والجيب تمام الموجودة أصلا في مكتبة الجافا سكريبت بالكلمات سين والكوس. نعم، فهناك العديد من الأمور التي تجعل الجافا سكريبت لغة برمجة قوية. نعم، فالعديد من المبرمجين الكبار يعتبرون أن الجافا سكريبت هي مستقبل الويب. نعم، كنا في هذا الدرس الحمد لله بتعريف الجافا سكريبت. نشكركم على حسن تتبعكم. من لديه أي تدخل أو اقتراح أو فكرة أو ملاحظة فليتقدم بها في تعليق. نعم، نشكركم على حسن تتبعكم، في أمل نلقاكم في درس مقبل.